UNFM 91.2. نتخي بلس صباح النور سمورة. صباح النور. صباح الفل. صباح الفل عليك وعلى كل مرأة تسمع فينا اليوم. أنا زيدا تفكرت المرأة واليوم حب نقدم نتخي بلس اليوم سبيسيال لكل مرأة تسمع فينا. دونك كيما قلت انت اليوم باش نحكي اولا على الحاجات الماكله الموجوده عندك في الدار واللي تخليك ديما سمحه. كيما قلت انت احنا ديما سمحه الحمد لله. الحمد لله. حمله الزين مرار هذه صبري. اي ملا دونك اول حاجه اليوم هي التي الاخضر اللي غني بالليزونتي اوكسيدون اللي باش يعطيك نظاره واكلا هكا للبوم تاعك. كيف النعناع زاده اللي فيه مضادات الاكسده اللي باش يخلي وجهك صافي وديما منور. الحاجه الثانيه اللي في غويسيك اللي تقضي على حب شباب اللي نعرفهم حاجه تقلق على الاخر. دونك وتعوض البدن عن خساره برشا معادن كيما الزنك كيما السيليسيوم. الحاجه الثالثه بليتو باش نحكي عليها اليوم هي الماء. لازمنا نشربوا برشا ماء. 8 كيسان على الاقل في النهار هكا باش تخلي وجهك ديما منور ديما صافي ويجري فيه الدم. الحاجه الزايده اللي باش نحكي عليها هي الروز البني. ننصحكم بالحق تجربوها. غني بالمغنيسيوم غني بليزونتي اوكسيدون وفيه السكر يخلي السكر في الدم كونستان. والدم اوكي يبدا فيه السكر كونستان من اكثر الحاجات اللي تخليك مرتاح ومن اكثر الحاجات اللي تعطيك هيك الكلا نتاع الفوق. دونك نصحكم تجربوا الروز البني. الحاجه الاخرى اللي هي الطماطم اللي تعدل مستوى الكولاجين في البشره والكولاجين هو باش يخلي البشره مجدوده ما تتكمش. دونك نصحكم بالطماطم زيده كيف العنب الاحمر كيف زيده نقاو فيه لي زونتي اوكسيدون. والحاجه الاخرانيه واللي هي الشوكولا نوار اللي نقاو فيها برشا فوائد تخليك دونك ديما هكا في فورم وكل شيء. اما ما نكثروش منها بالطبيعه طبعا ناكلوها مش عملوا بها لا لا ناكلوها ناكلو. انت ما فات قلتي ما نحبش الشوكولا نوار. شوف ولا باللي بالحق انا خاطر فيها مراره من نستسيها هيك الكاكاو هو اللي فيه فوائد الكل. دونك مديحه وبرشا بفوائد زيده. دونك ننصحكم ناكلو طيبين شوكولاته كل نهار باش ما نفسدوش التاي وكل شيء. هو اليوم راسم حب يجيب لي كادو لعيد المرأة عوض لي يجيب لي شوكولا نوار يجيب لي كعبه فطاير بالعسل وعليا معناها يعاونني بالقدا بالقدا على الريجيم. دونك كيف وتقلل من جفاف البشره سورتو اللي عنده البوم تاعو جافه شويه. به ابار الماكله ننصحكم باش نعملوا ليكرون اونيفيت الشمس لمده طويله. نشربوا لي جو فري والماء كيما قلنا. بالنسبه للي البوم تاعو دهنيه شويه نغسلوا وجهنا اكثر من مره في النهار. وننصحكم دونك باش نعملوا لي نيتويون قبل ما نرقدوا. جامي نرقدوا بالمكياج على خاطر البو كي ترقد هي تتحل باش تتنفس كي تاقى هيك المكياج باش تتسكر على هيك الحاجات اللي في وجهك باش يعمل لك الحب باش يعمل لك لي بوان نوار اللي هما بالطبيعه ما نحبوهمش. هنا سؤالي معناها المكياج نحيوه اسكو لازم يكون برودوي معناها خاص ولا تنجم مراه ببرودوي في الدار ميت ورد مانيش عارف هنا. كيما قلت انت دونك فما حاجات هي تنجموا ناخذوا بالطبيعه لي برودوي اما فما حاجات سامبل يمكن ما يجيش بالك اللي هي تنحي المكياج مثلا كيما قلت انت ما ورد والا عطر شيء هيك اسهل حاجه نغسلوا بالماء العادي قبل وبعدين نعملوا قطنة نخليوها تتبل به في الماء هذاك ونمسحوا به فما برشا مرات. حاجه اخرى نعملوا انفيزيون تاع معدنوس. المعدنوس يقتل لي بكتيري وينحي المكياج وليتوايون سيرتو للعينين. الانفيزيون هذه بقطنه ونمسحوا بها قطنه ونمسحوا كيف التاي الاخضر. ايوه حتى هو سي ان تري بون دي ماكيون. نعملوه غير سكر هذا بيان سور. نحينا الجراثيم تاع نهار كامل اللي تعرض لها البوم تاعك اون بليس نحي المكياج. وكما قلت لكم العينين ديما حاجه سونسيبل برشا في المكياج هذه من اكثر الحاجات اللي تعملها معناها سيف على الاخر معناها ولاباس. نبعدوا على المقلي اللي باش يعمل لنا حب ويعمل لنا لي بوان نوار. نبعدوا على الملح اللي يسبب انفيغ سورتو تحت العينين. ونبعدوا على السكر اللي يعمل التجاعيد في البشره نتاعنا. ولي تروا بلون نبعدوا عليهم السكر والملح والفيرينه معناها باش تحافظ المراه على الرشاقه بصفه عامه. كيف نقصوا من الكافيين اللي يعمل الجفاف نتاع البشره. دونك حاجه اخرى هوني بويسك الصيف وتصيف وخارجيه وبحورات سورتو البيسين نعملوا بالباهي ليكرون كي نجيو هابطين البيسين خاطر فيه الكلور باش يقلنا البو نتاعنا دونك نردوا بينا. بالنسبه استيوس اليوم صغرونا واللي هي دونك باش نعطيكم ان ميلونج تعملوا تنجم تاكلوا كيما تنجم تعملوا ماسك اللي هو كركب وعسل. تخيل واحد عمل ماسك وياكلوا. لا نقول لك شنو الفرق. كركب وعسل تاخذ منهم مغرفه كل نهار. سينو تزيدوا شويه كركب ميقاتش وجه اصفر بعد ما نحي تاكلوا نحكي على الماسك انا في الماكله. سينو نعملوا معاه شويه قارس وشويه عطر شي ونعملوا ماسك 5 مينوت مش اكثر ونغسلوا بالبيه بماء البرد باش ما يقعدش اصفر كما قالت مديحه. سينو يصفي على الاخر البو. بالحق حاجه مجربه تروا فا باغ سيمين نقولوا احنا نهار بعد نهار سي تري افيكاس 5 مينوت مش اكثر. العسل
وقارص وكركم وماء ورد وماء ورد فوالا فوالا عطرشي اللي يعملوا ماسك ثلاث مرات في الاسبوع ثلاث مرات في الاسبوع سي تري افيكاس. كانت هذه لاستيس اليوم وكانت هذه نوتر بلوس لليوم وكل عام وحنا حيين بخير كل عام وكل نساء العالم بخير وبسلامه الناس الكل. نوتر بلوس